بحضراتكم من جديد مع تواصل هذه التحديات وتواصل هذه الانطلاقات. ننطلق على بركة الله في انطلاقة شوطنا 20 وهو خاص باللقاية الابكار المحليات اشواط الانتاج والمنتجين. تنطلق على بركة الله وتندفع هذه الاسماء في رحلة البحث عن الفوز وعن الانطلاق الكبير. ننطلق باول الاسماء هنا وانطلاقة زعفرانة حمد بن سليم بن دودة بن سليم العامري بانطلاقة زعفرانة على المركز الأول، بينما النقلة والانتقال على المركز الثاني إلى شعارك يا بن مرحومة المتقدم مع مصيحة عمران بن حمد بن محمد العامري يتقدم. ولكن شوف تابع هذا الانطلاق والوصول من الظبي سهيل بن سعيد بن عبيد السبوسي يتقدم بهذا الانطلاق على المركز الثاني يتجاوز المركز الثالث وتابع انطلاقة وحضور من في هذه اللحظات معراض الدحبة بن حمد بن دليلة بن لويع العامري يتجاوز والآخر إلى المركز الثاني. المركز الرابع وتابع الوارية انهيان بن حمد بن سالم بن هيان العامري واصلا على المركز الرابع. المركز الخامس هناك وتابع شعار بن مرحومة. المركز السادس بالنوبي وانطلاقة شعاره ووصول شعاره مع جباره سعيد بن بخيت بن ناصر النوبي العامري. واتابع ايضا شعار بالسم من ضمن المراكز الاماميه مع هزر حمد بن محمد بالسم المنصوري. شوف التدخل، شوف الانطلاق والتحديات هنا والكبيره ما بين هذه الاسماء، ولكن الانطلاقه في هذه اللحظات من هقوه محمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري، والوصول ايضا من حشيمه محمد بن راشد بن سويدان بن حضيرم قادم وبكل قوه، والقادمه هي غنايم ناصر بن سلطان بن سعيد بن محمد اللي اكتبي قادم بمع غنايم. واتابع ايضا هنا في هذه اللحظات شعار بن حربي قادم مع وصفه حربي بن احمد بن حربي العامري، والواصله في هذه اللحظات المتقدمه في هذه الاثناء وصول انطلاق وتحدي كبير من ويكند محفوظ بن خميس الجنيبي. وصل الزعيم العيناوي بويكند بهذه الانطلاقة الجميلة وبهذا التحدي الجميل. وأتابع أيضا شعار بن نصيب قادم مع الأسماء، قادم مع الشعارات، تحرك بن نصيب انطلق بهذا الحضور مع نوة راشد بن مبارك بن علي بن سعيد المنصور يتقدم وينطلق بنوة، ولكن العودة من جديد إلى مقدمة شوط، إلى صدارة شوط، إلى الانطلاق الأول، إلى التحدي الأول، إلى الاندفاع الكبير، إلى الانطلاق المميز، إلى العروض الجميلة. تنطلق وتندفع بهذا الانطلاق، تتحرك بهذا المستوى، ياهو مستوى تقدمه زعفران وانطلاقها. حمد بن سليم بن دودة بن سليم العامري ينطلق بانطلاقه والاروع، ولكن وصلت الاسماء، تقدمت هقوة 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 هقوة، والله ياهو اسم مع هقوة هقوة على المركز الثاني محمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري. هقوة وهقاويهم كبيرة، هقاويهم كبيرة. تنطلق بهذا المستوى وبهذا الاندفاع الكبير المركز الثالث، انطلاقة وحضور معرض دحبة بن حمد بالدليلة بالويع العامري، والقادمة هي حشيمة بشعارك يا بن حضيرم. ولكن العودة إلى هقوة إلى
صاحبه عوايد، صاحبه انجازات اقوى، تنطلق بهذا الانطلاق مع ال 400 متر الاخيره. لكن بن حضيرم قادم قادم مع حشيمه، ولكن هقوى هقوى وال 300 متر الاخيره يا راعي هقوى يا راعي هقوى يا راعي هقوى. الانطلاق الاول، ولكن بن حضيرم بن حضيرم مع حشيمه محمد بن راشد بسويدان بن حضيرم، ولكن هقوى العامري هقوى العامري راعية العوايد وسيارتين في رصيدها سيارتين في رصيدها. الله على الإنجازات، الله على التاريخ الكبير. مشكور يا راعي هقوى، مشكور محمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري. المركز الثاني وصلت حشيمة محمد بن راشد بن سويدان بن حضيرم. المركز الثالث وصول وانطلاق على المركز الثالث في هذه اللحظات من زعفرانة حمد بن سليم بن دودة بن سليم العامري. المركز الرابع وصول وانطلاق من مطيلة سليم بن مسلم بن غزول العامري. والمركز الخامس وصول في هذه اللحظات معراض الدحبة بن حمد بن دليلة بن لويع العامري. يعود بالتوقيت الزمني إلى هقوى راعية الإنجازات، راعية البطولات، راعية السجلات الحافلة. سيارتين في رصيد هقوى وسلام بوابة 11 سلام. التوقيت الزمني 5:56 سبعة أجزاء من الثانية. سلام هقوى سلام وسلام لمالكي هقوى محمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري. المركز الثاني توقيته الزمني خمس دقائق 59 ثانية تسعة أجزاء من الثانية. اللي على المركز الثاني انطلاقة حشيمة محمد بن راشد بن سويدان بن حضيرم. والمركز الثالث